الكرازة وسرعة المجيء، المقصود سرعة مجيء الرب. معنا ضيفة هذه الحلقة الأخت رشا نور. أهلا وسهلا أخت رشا. أهلا بك. بحييك مرة تانية وبشكرك على مجيئك معنا في هذا اليوم. أنا بشكرك وبشكر كل المشاهدين، وأتمنى أن هي تكون حلقة مثمرة وتكون لها تأثير واضح على كل الناس باسم يسوع. طبعا حديث الأيام هو عن المجيء. ما في يوم بيمضى إلا في ناس بتسألني هل العلامات خلصت وهل كل شيء يعني قد تم؟ طبعا الكتاب المقدس بيعطي علامات كثيرة، ومنشوف أنه معظم هذه العلامات قد تمت، لكن ما حدا بيعرف مجيء الرب متى يكون. احنا كنا متفقين أنه الرب راجع، لكن كيف سيرجع؟ يمكن بطريقة الوقت أو الزمن يمكن يكون الاختلاف. على أي حال احنا أولا كمسيحيين لازم نعلم هذا الموضوع، لأنه جزء أساسي من العقيدة المسيحية. والسبب الثاني أنه احنا فعلا ساعة الزمن لا ترجع للوراء عم بتدق، عم تأزف، أنه الناس تنتبه، استعد، احذر، انتبه، وهكذا.